وشوف الجمهور المغربي ديالنا على راسنا وعينينا، تنقبلوا كل يعني ردود افعاله. كاينين بعض الحالات هنالك من المعجبات من تاتي وتعبر لك عن اعجابها وعن استلطافها لطريقه اشتغالك وكذا وهذه، ولكن كيبقى الفنان عاوتاني عنده واحد طريقه التعامل مع المعجبين ومع الجمهور. اكيد انا اكن احتراما خاصا لهذا الجمهور واخذ بعين الاعتبار يعني كل هذه الاشياء، ولكن جميل. لا اكيد انه عبارات، هي ماشي عبارات، هي وعبارات في مره يعني. ونعود لك وحده، نعود لك وحده من بزاف. واحد المره مشيت نستقبل الام ديالي من محطه القطار، زوينه محطه القطار احسن من داك لاغارد دو تران. مشيت لمحطه القطار استقبل الوالده، كانت مسافره وجايه في القطار. المهم كنت كنتسناها في السياره، واحد الوقيته وصل القطار، نزلت امي وكذا وهادي، كعيط ليها في التليفون قلت لها امي انا في الطوموبيل، تخرجي راه تلقاني اون فاس ديال القطار حيت كان ممنوع عليا نستاسيوني. خرجت الوالده، جات دخلت الوالده للطوموبيل، فاذا بفتاه تدخل السياره كذلك، ويعني بكثره ما انه شافت فنان ربما كيعجبها في ادواره وكذا وهذه، ما تملكتش اعصابها، دخلت عندي للطوموبيل وعنقتني وبستني يعني، وكانت قبلة بريئه يعني هكذا، وبالحضور ديال الام ديالي. فانا تفاجأت صراحه، ولكن تفهمت، قلت لي ما تاخذهاش مني قلة صواب. انا في واحد الدور كان عقل عليك، انت في واحد الدور كنت كتذكرني بخويا اللي مات، ومن شتك راه ما قدرتش نتمالك نفسي، راه دخلت لعندك للطوموبيل راه ما حسيتش، تلقيت راسي كنعنقك. فكان موقفا مؤثرا، وتفهمنا الوضع وكذا وهذه، ويعني وربطنا على الكتف ديالها كيف ما تيقولوا، وخذنا هذه المساله بعين الاعتبار وتفهمنا الوضع. وصراحه واثرت فينا هذه المساله، وفتاه شابه جميله يعني، وصافي صار انها خرجت. والوالده قالت لي وليدي ما عندك ما دير، يعني هذا حب الجمهور وتفاعل الناس معنا، والفنان هو خصو يكون عنده واحد النوع من القابليه انه يتعامل مع الناس، ضيفه كيكونوا ردود افعال كاينه متزنه. في بعض الاحيان كيكون بعض الاشياء اللي ربما قد تسيء للفنان، ولكن خصو غير يكون عنده طريقه التعامل وحسن التخلص بطريقه دبلوماسيه الى اخره، حتى لا يكون هنالك يعني مأخذ او مشكل الى اخره.